السلام عليكم، صباحكم مبروك ان شاء الله خوتي فين ما كنتو. اليوم انتم باغي كتشوفوا نقدم لكم الشاي المغربي الغني عن التعريف ان شاء الله. اليوم توحش نشرب اتاي، نفطر باتاي. اليوم فطار مغربي بامتياز، سيور مع اتاي، ونهاركم مبروك ان شاء الله. يا ربي تروق لكم الوصفه وتجربوها. Hola, buenos días amigos. Hoy vamos a hacer torrejas de pan del día anterior. صباح الخير اصدقائي، نهاركم سعيد ان شاء الله. اليوم اقترح عليكم وصفة الخبز مقلي بالبيض والحليب، صراحة لذيذة جدا، واتمنى تجربوها ان شاء الله. وبالمغربية كنقول لكم نهاركم مبروك خوتي خواتاتي فين ما كنتو. اليوم جبت لكم السيور، اعتقد كلكم راكم كتعرفوا اشنا هو السيور. هو الخبز اليابس هكا، او الخبز البايت عندنا، كنقليوه في بالبيض والحليب. والسلام عليكم. Bueno, para preparar estas torrejas tan ricas vamos a necesitar huevos, una pizca de sal y un poco de leche. Ya veréis, un poco de leche así. الترجمة، باش غنحضروا هاد الوصفة حاجتنا للبيض. انا عملت هنا ثلاثة البيضات، شوية الملحة، قريصة الملحة، وزدت عليهم الحليب. نقدر نضيفوا شوية الحليب غير باش ما نكتروش الحليب بزاف. وين نخلطوا هاد الخليط هكا. Vamos a mezclarlo todo. Luego ponemos el pan adentro. Así es. وبعدها نضع قطع الخبز هنا مع البيض والحليب. كما كتشوفوا هنا حطيت الخبز اللي قطعت من قبل، حطيته في الخلطه ديال او في الخليط هذا ديال البيض مع الحليب وقليل من الملح. نخليه شويه لبضع دقائق هكايا، تقريبا نقولوا 10 دقائق، او يعني هو حتى الى بقى اكثر احسن. وبعدها انا وجدت هنا عندي المقله فيها الزيت، ها هو كيسخن، وان شاء الله غادي نقليوها. وعلى بركه الله نبداو نقليو. نزيد شويه العافيه. بسم الله. هي وصفه كتجي صراحه زوينه، كتجي الفطور. بسم الله. ونخليهم هنا يتقلاو، يتحمروا شويه من التحت، ونقلبوهم عاوتاني من الجهه الفوق. والسلام، وغيكون عندنا ان شاء الله السيور ديالنا واجدين، او الخبز المقلي بالبيض والحليب واجد. والصراحه كيجي لذيذ، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتروق لكم. انتما كتشوفوا تحمروا لنا من التحت. كما كتشوفوا هو تحمر، يتحمر نزولوه ونحطوه، وضروري ضروري من الورق، ضروري من الورق عافاكم هكا، باش كيشرب لنا داك الزيت اللي كيبقى. ما شاء الله كيجي لذيذ، كيجي لذيذ صراحه. الانسان خصو ما يضيعش النعمه ديال الله، راه ربي ما كيبغيش الضياع كما قلت لكم. يعني التبذير ماشي مزيان، واحد
يكون هكا، يكون عنده هكا افكار ويحاول يعني يستغل اي حاجه. راه الحمد لله كي كتشوفوا كيجي رائع الصراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوه. انا غنوريكم طريقه التقديم وبقاو معايا. المهم نقدموا السيور ديالنا. ها هما وجدوا كما كتشوفوا، هادو صوبتهم بالقرفه وسكر كلاصي. وطريقه تزيين يعني كل واحد حسب الذوق ديالو. انا زوقت كما كتشوفوا الطبسيل بسكر كلاصي، هذا مزوق بسكر كلاصي، صوبت عليهم القرفه. و الى بغينا نزيد شويه ديال السكر كلاصي نزيدو على حسب الذوق. هذه الطريقه الاولى، كيجي رائع الصراحه، كيجي لذيذ، كل واحد الذوق ديالو. عندي السيور ديالي ب مرميلادة اللي هي الكونفيتور ديال الفريز، و اللي كيحب عاوتاني العسل يصوب العسل. ها هو عندنا العسل هنايا، نصوبو العسل ديالنا. كل واحد الذوق ديالو. بصحة وراحة. السلام عليكم، أديوس.